ده النهارده احنا في غرب سمة فيلات، معانا فيلا تحفة هتشوفوها النهارده هتنبهر. يعني فيلا ميزتها ان هي واخدة نصتين، دي نصة شارع ودي نصة شارع. فيلا في موقع مميز جدا، ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة. تمام، دي الواجهة بتاعت الفيلا. هنخش دلوقتي الفيلا من جوه، هنتعرف عليها ونشوف بتتكون من كام دور، ونتعرف على مساحتها ونتعرف على كل حاجه. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وسبسكرايب للقناه عشان تتابعوا كل جديد. ده كده الموقع اهو، احنا كده دخلنا من البوابه الرئيسيه. الفيلا على مساحه 750 متر، تمام، مبنيه على 350 متر. تمام، دي كده البوابه اهي. احنا بنخش جوه في طرقه كده، دخلنا على الجنينه. الفيلا عباره عن ارضي واول وتاني وروف. حمام السباحة، لا ما تقلقش يا باشا. ده مدخل الجراج. ده كده الصورة الخارجية للفيلا. احنا جوه الفيلا لسه، احنا دلوقتي بنلف بس حوالين الدور الأرضي ورا حمام السباحة. دي الجنينة اهي، كده هنبدأ بقى نخش الدور الأرضي. في عندنا هنا مدخل، ده المدخل الرئيسي اهو. كده ريسبشن، في هنا حمام للضيوف. ده ريسبشن. الباب دوت على الجاردن. ليفينج. ده كده الدور الأرضي. دي كده غرفة، يا ريت دي كده غرفة في الريسبشن برضه في الدور الأرضي، معمولة مكتب. يعني كده هنروح ونشوف المطبخ. عندنا هنا بقى المطبخ، تمام، وهنا ده حمام الضيوف، وهنا حمام غرفة للحارس وغرفة غسيل. دي غرفة مخزن صغيرة تحت السلم. دي حمام الضيوف. تمام، صورته. نطلع دلوقتي نشوف الدور الأول. الدور العلوي. الدور
امريكا. ده كده الدور الاول علوي من الليفينج. هنا عندنا الغرفة الرئيسية فيها مكتب. سرير اهو. عندنا هنا الحمام. مش مشكلة. دي كان غرفة معاك. ايه؟ دي غرفة كمان. الحمام في صمت؟ انا بصور دلوقتي. غرفة كمان اهي. ثانية ماستر. غرفة رابعة بقى. تمام. ماستر. نفتح لك دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي في الدور الاول. تمام. المفروض ان هنا في باب اللي هو هيطلعنا. تمام. اللي هو يعني الباب ده السلم الخارجي. تمام. احنا كده يعتبر في دي فيلا. تمام. ارضي واول. تمام. عندنا بقى فوق شقتين منفصلين. تمام. ده دور عبارة عن شقتين. احنا كده في اول شقة اهو. هنا كده ريسبشن. المطبخ هنا وهي فيها عبارة عن غرفتين وفي حمام يخدم الغرفتين. هنا غرفة. هنا الغرفة التانية. هنا الحمام. الشقة التانية اللي جنبيها نفس المساحة. نفس المساحة نفس التقسيم. لينا بقى الأجمل مكان في الفيلا الروف. عشان أنا شخصيا من عشاق. بسم الله ما شاء الله الله أكبر. الروف هنشوفه من كل الاتجاهات وهنشوف احنا بصينا على ايه والفيو بتاعنا ايه. حمام السباحة والجاردن وهذا الطريق العموم. الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد. هتلاقوا في صندوق الوصف ارقام تليفونات للتواصل. تمام. وان شاء الله الفيديو عجبكم. متشكرين جدا ليكم.